طيب خليني أقول لك الخبر الأخير اليوم عن أشهر أكشاك للهواتف، وهي الموجودة في بريطانيا بلونها الأحمر وتصميمها الفريد، واللي راح يتم تحويلها كعيادات صغيرة بأجهزة لتنظيم ضربات القلب أو لعرض الأعمال الفنية أو مثل أكشاك تاريخية تكون. وراح يكون هذا التحول ضمن برنامج تبني كشك لتحويل ما يقارب من 7000 كشك هاتف، وذلك بعد أن هجر الناس وتوجهوا للهواتف المحمولة. جميل، حلو أنه نرجع نستخدم هذه الأكشاك. يمكن هي تقليد متعارف عليه في بريطانيا أو خلاص، يعني حاجة مهمة وأساسية وفعلا من أشهر أكشاك الهواتف. وحاجة كمان مهمة وحلوة أنه يبدأ الإنسان يهتم بصحته كمان، يعني بيكون فيها جهاز لتنظيم ضربات، جهاز التنظيم ولا للتخدير؟ لتنظيم ضربات، يعني حاجة مرة حلوة كمان أنه نبدأ نهتم بصحتنا، فليه لا، بالعكس حاجة جميلة. أكيد. نطلع فاصل مشاهدينا، نطلع فاصل وأكيد مكملين من بعده، وهنتكلم عن سالفتنا وهي